بائع متجول لبيعة اللوف. معايا يا استاذ انت بتصور بقى براحتك. صور حد صور. عايزين مجهد. ما تهزرش انا جاي اهو. طبعا نص يا باشا، طبعا نص البتاع ايه؟ ده طبعا السبانخ، وهو من الخضروات الورقية الشتوية. التاريخ 26 يناير 2020، شارع السكة الجديدة بالمنصورة، بائعة متجولة لبيعة اللوف كما نشاهد. واللوف تستخدم هذه الكيزان للاستحمام. وجدير بالذكر ان اللوف له استخدامات عديده ومفيد جدا لطبقه البشره، لانه خامه شيء طبيعي، خامه طبيعيه، بيعمل على استخدامه في الاستحمام، يعمل على تجديد طبقه الجلد. اي حاجه حتى لو ماشي بالله عليك. صور بقى يا استاذ.